والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع لفقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. واليوم نكمل آداب قاضي الحاجة، يعني أثناء قضاء الحاجة وما بعدها وما قبلها، كلها متعلقة بآداب، يعني قبل أن يقضي حاجته كيف يدخل إلى الخلاء وماذا يقول، هذا قبلها، وأثناءها كيف يقضيها بما مراعاة الأدب وحالته وهيئته، ثم بعدما يقضيها ما هي الآداب التي يفعلها. بعدما تكلمنا على كيفية الاستنجاء وحكم الاستنجاء في الجلسات السابقة، يقول: ويجتنب وجوبا قاضي الحاجة استقبال القبلة الآن وهي الكعبة واستدبارها في الصحراء. نقرأ شرح ابن قاسم بدون الحاشية: إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر، أو كان ولم يبلغ ثلثي ذراع، أو بلغهما وبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع بذراع الآدمي كما قال بعضهم، والبنيان في هذا كالصحراء بالشرط المذكور، إلا البناء المعد لقضاء الحاجة فلا حرمة فيه مطلقا. وخرج بقولنا الآن ما كان قبلة أولا كبيت المقدس فاستقباله واستداره مكروه. ويجتنب ندبا قاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد، أما الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير، لكن الأولى اجتنابه، وبحث النووي تحريمه في القليل جاريا كان أو راكدا. ويجتنب أيضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وقت الثمرة وغيره، ويجتنب ما ذكر في الطريق المسلوك للناس وفي موضع الظل صيفا وفي موضع الشمس شتاء وفي الثقب أو الثقب في الأرض وهو النازل المستدير، ولفظ الثقب ساقط في بعض نسخ المتن، ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة على البول والغائط، فإن دعا الضرورة إلى الكلام كمن رأى حية تقصد إنسانا لم يكره الكلام حينئذ، ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما أن يكره له ذلك حال قضاء حاجته. لكن النووي في الروضة وشرح المهذب قال إن استدبارهما ليس بمكروه، وقال في شرح الوسيط إن ترك استقبالهما واستدبارهما، وقال في شرح الوسيط أن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء، أي فيكون مباحا، وقال في التحقيق أن كراهة استقبالهما لا أصل لها، وقوله ولا يستقبل إلى آخره ساقط في بعض نسخ المتن. هذا الكلام هو المتن والشرح، نحاول بقى نقرأه بالتفصيل. قوله ويجتنب، يعني قاضي الحاجة يجتنب، هذا شروع في آداب قاضي الحاجة بعد أن تكلم على الاستنجاء، ففيه مع الترجمة لف ونشر مرتب، فقد ذكر في الترجمة أن هذا الفصل معقود للاستنجاء وآداب قاضي الحاجة، يبقى لنا الفصل ده معقود لحاجتين، للاستنجاء وآداب قاضي الحاجة. بدأ بالاستنجاء وانتهى منه، ناقص إيه؟ آداب قاضي الحاجة، فده يسموه لف ونشر مرتب. يعني الأول قال اللي حيقوله كله في الباب هو عبارة عن الاستنجاء كيفية وتعريفا وحكما، ثم أدب قاضي الحاجة، مظبوط؟ وبعدين بعد كده ابتدى يشرح مرتبا، فبدأ بالاستنجاء كما ذكره أولا، ثم بعد ذلك ثنى بأدب قاضي الحاجة كما ذكرها مؤخرا، فيسموه لف ونشر مرتب. لف ونشر مرتب زي ما يجي في القرآن مثلا ربك سبحانه وتعالى يقول إيه؟
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. يعني تسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار كده برضه. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، ادي لف اهو لف، وبعدين ابتدى ينشر ايه فايده الليل وايه فايده النهار. لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار، مراعيا الترتيب المذكور اولا ينشر فائدته اولا، والمذكور ثانيا ينشر فائدته ثانيا، يسموه لف ونشر مرتب. واحيانا يكون اللف والنشر غير مرتب، زي في القران برضه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسود يبتدي بالاسود، مع انه كان لو مرتب يبتدي بالابيض. فاما الذين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم، فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. يبقى يسموه لف ونشر غير مرتب. يبقى احيانا ياتي اللف والنشر مرتب، واحيانا ياتي اللف والنشر المرتب، والاثنين المرتب وغير المرتب بليغ، لان جاء القران بهما. لكن في الغالب في كتب الشرح يراعوا الترتيب تيسيرا على الايه؟ على التلميذ اللي بيحاول يتعلم، يراعوا الترتيب. وعلشان كده بيقول ففيه مع الترجمه لف ونشر مرتب، لانه هذا فصل معقود في الاستنجاء واداب قاضي الحاجه. اتكلم على الاستنجاء حوالي سطر، بعد كده استنى باداب قاضي الحاجه، يبقى لف ونشر مرتبه. ادي معنى لف ونشر. فقد ذكر في الترجمه ان هذا الفصل معقود للاستنجاء واداب قاضي الحاجه، وقال ويجتنب وجوبا، يعني حكم اجتناب التوجه للكعبه او استدبار الكعبه حال البول والغائط، حكمه ايه؟ انه واجب عليه ان يجتنب هذا، بشرط الا يكون في البنيان، او ان كان في بنيان الا يكون هناك ساتر يبعد عنه اكثر من 3 اذرع، او ان يكون هناك ساتر يقل ارتفاعه عن 2/3 ذراع. فإن قل عن 2/3 ذراع ارتفاعه، والذراع حوالي 40 سم، يبقى 2/3 ذراع يعني ايه؟ يعني حوالي 20 سم، يعني ممكن بكف ايده كده يستر نفسه كويس، لان كف الايد 20 سم. يمشي، وهيجي في التفصيل يقول لك انه ممكن لو لم يجد بكف ايده. يبقى لو كان هناك ساتر يستره، يبقى يكون ارتفاعه 2/3 ذراع فاكثر ان كان قاعدا، وان كان حيبول واقف يبقى لازم يغطي لحد السره يرتفع، والا يبعد هذا الساتر عنه اكثر من 3 اذرع. والا لو لم تتوفر هذه الشروط يبقى يحرم في الصحراء. طب وفي البنيان المعد لذلك؟ يبقى يكره بس إذا كان البنيان غير معد لذلك، أما إن كان معدا لذلك فيبقى خلاف الأول. واضح؟ وخلاف الأول أخف من المكروه، يعني كأنه مباح، بس يعني لو يقدر يعني يلف نفسه شوية كده يبقى أحسن. والمهندس في التصميم لو قدر يراعي الحكاية دي وهو بيصمم البناء بتاع الخلاء يبقى خير وبركة. فهنا بيقول ويجتنب وجوبا، لما كان لما كان قول المصنف ويجتنب محتملا للوجوب والندب، يعني محتمل ان كلمة يجتنب دي تبقى على سبيل الاستحباب وقد يكون على سبيل الوجوب، فهو قال لك وجوبا علشان يبين لك ان حكم الاجتناب هنا هو الواجب، واجب شرعا. صرح الشارع بقوله وجوبا، لكن لا يجب الا اذا لم يكن ساتر، يعني كان في صحراء او في مكان ما فيش ساتر خالص، أو كان هناك ساتر ولم يبلغ 2/3 ذراع ارتفاعا، أو بلغهما وبعد عنه أكثر من 3 أذرع. ولذلك قيده الشارح بقوله إن لم يكن، فيحرم الاستقبال والاستدبار في هذه الصور الثلاثة، اللي هو ألا يكون هناك ساتر، أو يكون ساتر أقل من 2/3 ذراع، أو يكون هناك ساتر 2/3 ذراع ولكن على بعد أكثر من 3 أذرع. واضح؟ يبقى دي الصور الثلاثة.
فإن كان ساتر يبلغ ثلثي ذراع فأكثر ولم يبعد عنه أكثر من 3 أذرع لم يجب الاجتناب بل يندب بقى. يبقى ساعتها نقول له يستحب بقى، لو جبنا الساتر ده بقى الاجتناب مش واجب لكن يستحب طبعا. ويكون كل من الاستقبال والاستدبار حينئذ خلاف الأولى على المعتمد، يعني المعتمد في المذهب، لأن في آراء في المذهب كثيرا هو بيقولك المعتمد الخلاصة. وقيل يكون كل منهما مكروها، وكل هذا في غير المعد، في غير المكان المعد لقضاء الحاجة. أما في المعد فلا حرمة ولا كراهة ولا خلاف الأولى مطلقا. نعم يكون كل منهما خلاف الأفضل، يبقى ايه خلاف الأفضل؟ وخلاف الأفضل أقل من خلاف الأولى، وخلاف الأولى أقل من المكروه، واضح؟ كما قاله ابن حجر اللي هو الهيتمي، حيث أمكن الميل عن القبلة بلا مشقة. يعني إمتى يبقى خلاف الأفضل في البناء المعد؟ إذا أمكنه الانحراف عن القبلة بلا مشقة. إنما المكان ده لو انحرف عن القبلة هيخبط في الحيط، هيخبط في الحنفية، واخد بالك ازاي؟ هيخبط في الحاجة المعدة إنه يستنجي بها، يبقى المكان ضيق، يبقى خلاص بقى هو مكان معد على كده يستعمله. قاضي الحاجة أي المتلبس بقضائها بالفعل، إذ لا يجب عليه الاجتناب إلا في حال قضائها بالفعل، يبقى في حال قضاء الحاجة بالفعل. فقول المحشي أن من يريد قضائها لا يناسب الاجتناب، يعني الواحد يبقى داخل بيريد لسه قضاء الحاجة، يبقى مريد قضاء الحاجة ده ما يجتنبش، لأنه لسه الاجتناب يجب لقاضي الحاجة بالفعل، وقت قضاء الحاجة بالفعل. بيرد على المحشي اللي قبله اللي هو الشيخ البراماوي، قال أي مريد قاضي الحاجة، فيقول لا، كان حق المحشي ما يقولش مريد قاضي الحاجة، كان حقه يقول الذي يجتنب هو الذي يقضي حاجته بالفعل مش مريد قاضي الحاجة، واضح؟ أي من يريد قضاءها لا يناسب الاجتناب الذي كلامنا فيه، وإن كان يناسب بعض الآداب زي الآداب اللي هي بيعملها قبل ما يقضي حاجته، كتقديم اليسار على اليمين عند دخوله الخلاء، دي آداب قضاء الحاجة قبل قضاء، كتقديم اليسار على اليمين، يعني يدخل برجل اليسرى أولا على اليمنى قبل اليمنى عند دخول الخلاء، والتعود والأعوذ، يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث ومن الخبائث ونحو ذلك. والحاصل أن بعض الآداب يناسب المتلبس بقضاء الحاجة بالفعل كالاجتناب المذكور، وبعضها يناسب من يريد قضاءها كالتعوذ ونحوه، زي برضه ما يجي يقلع هدومه، يوم ما يرفع ثوبه يرفع ثوبه وهو بيقعد، مش يرفعه كده ويعري نفسه، يبقى يرفع بقدر ما بيقعد بحيث يبقى برضه مستور وهو بيقعد، واضح؟ دي كلها برضه آداب قبل القضاء. وبعضها يناسب من فرغ من قضائها، يعني وبرضه في بعض الآداب يبقى تناسب اللي انتهى بقى من قضاء الحاجة، كتقديم اليمين على اليسار عند الخروج العكس يعني، وكقوله الحمد لله الذي أذقني لذته وأبقى منفعته وأخرج عني أذاه، وده دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنسوب إلى قول إن سيدنا نوح كان بيقوله برضه النبي. وشمل كلامهم غير المكلف. طب افرض صبي غير مكلف، يبقى الوجوب في حق وليه او مؤدبه يقول له اعمل كذا، يبقى الوجوب مش في حق الصبي، في حق اللي بيأدبه وبيعلمه. وشمل كلامهم غير المكلف، لكن الوجوب في الاجتناب والندب في غيره من بقية الاداب بالنسبة لوليه، فيجب عليه ان يأمره باجتناب الاستقبال والاستدبار، ويندب له أن يأمره باجتناب ما يأتي. قوله استقبال القبلة أي عينها يقينا، عينها يقينا يعني لو كانت في حتة شايف الكعبة، يعني ده معناه شايفها عينها يقينا، يبقى ساعتها يجتنب بقى اللي شايف. أي عينها يقينا في القرب وظنا في البعد، اللي هي الجهة بقى، في البعد يبقى الجهة، وكذا يقال في استدبارها، ويحتمل أن المراد الجهة، يعني جهة إيه؟ لقوله في الحديث ولكن شرقوا أو غربوا واستوجهه بعضهم وقال به الرمل
ثم اعتمد الأول، والمراد باستقبالها استقبال الشخص بوجهه لها بالبول أو الغائط على الهيئة المعروفة، وباستدبارها جعل ظهره إليها بالبول أو الغائط على الهيئة المعروفة أيضا، وإن لم يكن بعين الخارج فيهما، لأن في ناس فهموا خلافا لبعض الفقهاء قالوا استقبالها واستدبارها، استقبالها المقصود به بالبول فما يبقاش واقف والبول جاي في جهة الكعبة، يبقى ده خاص بالواقف، ويبقى الاستقبال متعلق بالبول. وقالوا ان الاستدبار يكون بالتبرز مستدبرا الكعبة في حال الركوع، بس الكلام ده مش معتمد. ليه؟ لانه ده على ظاهر القول، لكن هو حتى في الجلسة المعتادة لا يستقبلها ولا يستدبرها ببول ولا غائط. ده كلامه، علشان هو بيقول لك كده ليه؟ لان قد تقرأ في بعض الكتب الطويلة هذا القول فيقول لك اعرض عنه، يعني لا تهتم به. لا، ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة. خلاف الاولى بقى، خلاف الاولى، وخلاف الاولى يعني ما فيهاش حاجة. هي الاولى ان هو يبقى وجهه كده متوجه نايم على جنبه اليمين وباصص لاتجاه القبلة، ده الاولى ان كان يريد النوم، وان كان مضطجعا يريد الصلاة للعجز عن القعود يبقى رجله في القبلة علشان يبقى باصص اتجاه، يبقى نايم كده باصص في اتجاه، يبقى رجله في القبلة ان كان يريد الصلاة من اضطجاع لانه لا يستطيع القعود. فان كان قاعدا يبقى يقعد ويرفع في رجليه كده في حال برضه قعوده للصلاة. واضح؟ يعني بتختلف أحواله. لكن لو يريد النوم المعتاد يبقى نايم كده زي اللي مدفون، زي ما بتدفن انت الانسان في القبر بتدفنه، نايم على جنبه اليمين باصص للقبلة، واخد بالك، ورأسه جهة يمين القبلة. واضح؟ زي ما بتصلي عليه في الجنازة بتحطه ازاي، بتخلي رأسه كده جهة يمين الإمام كده برضه، ونايم كده وتقعد تصلي، بتدفنه بنفس الطريقة بس بتحط شوية تراب تحت ظهره بحيث يبقى مايل كأنه في اتجاه القبلة كده. وإن لم يكن بعين الخارج فيهما، خلافا لمن قال لا يكون مستقبلا إلا إذا جعل ذكره جهة القبلة، يعني كده هو بإيه اللي هو باللغة بتاعتنا العامية يقول لك بيطرد، واخد بالك؟ يبقى في ناس فسروها كده، لكن التفسير ده لا يعتمد. إلا إذا جعل ذكره جهة القبلة واستقبلها بعين الخارج، يعني بالبول وهو طالع كده، ولا يكون مستدبرا إلا إذا تغوط وهو قائم على هيئة الراكع، وعلم مما ذكرناه أنه يحرم الاستقبال بكل من البول والغائط، وكذلك الاستدبار بكل منهما، خلافا لمن خص الاستقبال بالبول والاستدبار بالغائط. يعني بيقول لك ده القول ده ما تعتمدوش. وقال بأنه لا يحرم عكس ذلك، والمعتمد أنه يحرم كما يؤخذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط، أي المكان الذي تقضى فيه الحاجة، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وظاهر كلامهم أنه لا يحرم استقبال المصحف واستدباره ببول وغائط، مع أنه أعظم حرمة من القبلة. المصحف أعظم حرمة من القبلة، يعني أنا حطيت المصحف في الجهة دي، يبقى المصحف ده الجهة اللي هو محطوط فيها دي صارت أشد حرمة من القبلة. فمثلا ما مدش رجلي ليه حتى وانا قاعد عشان ده المصحف محطوط، مع انك انت بتمد رجلك في القبلة ما حدش بيقول لك حاجة، لكن لما تمد رجلك والمصحف محطوط الناس يقول لك ما يصحش المصحف، فهو اشد حرمة من القبلة. لكن بالرغم من ذلك يجوز استقبال المصحف واستدباره حال البول والغائط، بالرغم انه هو جهته اشد حرمة من ايه، من القبلة. طب ونوجهها ازاي الحكايه دي؟ بس في حاجه اسمها الفروق، في علم اسمه الفروق، اللي هو احيانا تقيس حاجه على حاجه تلاقي ان القبله جهه معظمه فيحرم استقبالها بالبول والغائط،
والمصحف حيثما وضع جهة تصير معظمة بل أشد تعظيما، فهل تقاس على جهة الكعبة في حال استدبار البول والغائط؟ فإذا قيست هل حكمها واحد؟ يبقى في الحالة دي سموها أشبه نظائر. طب اختلف الحكم يسموها فروق، يعني اشتبهوا في العلة واختلفوا في الحكم. هنا اشتبهوا في العلة واختلفوا في الحكم، دي جهة معظمة ودي جهة معظمة، لكن جهة الكعبة حرام استقبالها بالبول والغائط إلا بالشروط اللي احنا قلناها، لكن المصحف لا، طالما في مكان بعيد يعني طبعا مش هيصيبوا الرشاش، وإلا لو أصابوا الرشاش لو تعمد كفر، يعني لو تعمد أنه يواجه المصحف بالبول والغائط متعمدا استهزاء نقول له كفرت، مش حرام بقى ده انت كفرت كده. شوف قد ايه، ليه؟ لانه تعمد استهزاء، لكن بلا تعمد ولا يقصد الاستهزاء نقول له خلاف الاول وليس حراما. واضح؟ ليه؟ لانه قد يكون في المفضول خاصية ليست في الفاضل، والفاضل هنا هو جهة المصحف والمفضول هي جهة الكعبة، خدت بالك؟ والمعتمد مع أنه أعظم حرمة من القبلة اللي هو جهة الاستقبال المصحف يعني، وقد يوجه بأنه يوجه الفرق، يعني ليه الفرق هنا؟ بأنه قد يثبت للمفضول ما لا يثبت للفاضل، يثبت للمفضول من خصوصية ما لا تثبت للفاضل. واضح؟ ممكن يكون السبب التيسير، تيسير الشرع الشريف على الناس حتى لا يكون في حرج، لأن المصحف يتعدد في كل مكان، فلو تجنبت جهة المصاحف هتجد في حرك شديد، لكن الكعبة جهة واحدة فسهل ان انا اعرفها وامتنع عنها، فيبقى لصعوبة الاحتراز، واخد بالك ازاي، ولوجود الحرج رفع هذا الامر، لان ما جعل عليكم في الدين من حرج، وانه اذا ضاق الامر اتسع، فاذا ضاق الامر اتسع، فيمكن العلة كده بس. نعم، إن كان استقباله أو استدباره على وجه يعد إزراء به، لو هو بيستقبل يعني جهة المصحف أو بيستدبره على وجه يعد إزراء به يعني احتقار به حرم ذلك بل قد يكفر به، وكذا يقال في استقبال القبر المكرم واستدباره اللي هو قبر النبي يعني وقبر الولي، كل ده يقال فيه. إن كان على قصد الاستهزاء والازدراء، إن كان وليا يحرم وإن كان نبيا يكفر. واضح؟ كما قاله ابن قاسم على ابن حجر ونقله عنه الشبرمي اللسي على الرمل. قوله الآن يعني القبلة الآن، والقبلة الآن هي الكعبة لأن قبلها كانت بيت المقدس، مش كده برضو؟ أي التي يجب استقبالها الآن، وسيأتي محترزه في كلام الشارح. وقوله وهي الكعبة سميت بذلك لتكعبها وارتفاعها، وتسمى قبلة لأن نقابلها. هو القبلة ربنا جعل الكعبة قبلة للأجساد في حال الصلاة، وجعل النبي قبلة للأرواح لأنه أسوة وقدوة، والله سبحانه وتعالى هو المقصود بالعبادة في الكل فهو قبلة الأسرار. يبقى والسماء جعلها قبلة للدعاء، لأن الدعاء بتدعو بجسمك والجسم متحيز والحيز يحتاج جهة، فلما كنت جسما احتجت إلى جهة فجعل لك جهة معظمة تتوجه إليها بجسمك، حتى لا يتفرق المسلمون في الصلاة، فإذا نودي للصلاة ما يبقاش كل واحد متوجه لحتة شكل، يبقى منظرهم مضحك بأجسامه، فجعلهم بأجسامهم في ظاهرهم متوجهين إلى جهة واحدة، وبأرواحهم متوجهين أيضا إلى نبي واحد مقتدين به، وبأسرارهم يريدون وجه الله، يبقى هي كلها بالمعنى والباطن والظاهر جهة واحدة. واضح؟ هذه المسألة. لكن الإسلام لا يريد تعظيم الجهاد بمعنى عبادة الجهة ذاته، مش مسألة عبادة الجهة، احنا ما بنعبدش الكعبة، لكن احنا نعظم الجهة اللي ربنا جعلها
قبلة للأجساد. هذه المسألة كلها، لأن الإسلام جاء بالتوحيد، التوحيد الخالص الذي ليس فيه شميمة تقسيم، وليس فيه شميمة جهات، وليس فيه شميمة تحديد أماكن. وعشان كده ربك لما كلمك بالحقيقة قال لك إيه؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال لك إن الله واسع كليم، وإن الله واسع حكيم وعليم وهكذا. فيبقى الحكاية كلها مش مسألة إن ربنا في الجهة دي، لا، ده أنت جسمك اللي هيكون في هذه الجهة، لأن هذه الجهة جعلها الله مكرمة، لأن الله يخلق ما يشاء ويختار، يختار من الأزمنة ما يشاء فيكرمها، ويختار من الجهات ما يشاء فيجعلها مكرمة، ويختار من المخلوقات ما يشاء فيجعل بعضها ملائكة وبعضها أنبياء وبعضهم أولياء وبعضهم صديقين وبعضهم شهداء وهكذا، يخلق ما يشاء ويختار. الآن أي التي يجب استقبالها الآن، وسيأتي محترزه في كلام الشارح، وقول وهي الكعبة سميت بذلك لتكعبها وارتفاعها، وتسمى قبلة لأن نقابلها. واستدبارها أي القبلة الآن وهي الكعبة في الصحراء أي في الفضاء، يعني ما يبقى ما فيش حاجز، يعني فضاء كده واسع، يبقى هنا الكلام متوجه لهذا المكان، وهو ليس بقيد كما أشار إليه الشارح بقوله والبنيان في هذا كالصحراء، فغير الصحراء مثلها في ذلك. يعني حتى لو في البنيان في المدينة وكان يحرم استقبال الكعبة واستدبارها إن لم تتوفر الشروط اللي هو أن يكون في بناء معد، أو أن يكون هناك ساتر ارتفاعه لا يقل عن ذراعين، وبعد الساتر لا يزيد عن 3 أذرع. واضح؟ فعشان كده قوله في الصحراء ده مش قيد، ده في أي حد بس بالشروط دي. فغير الصحراء مثلها في ذلك إن لم يكن، إنما احتاج إلى هذا التقييد لكونه حمله على الوجوب، وحمله الشيخ الخطيب على الندب، الشيخ الخطيب الشربيني لشرح على متن الغاية والتقريب اسمه الإقناع، الخطيب الشربيني من علماء مصر، من شربين، مش في بلد اسمها شربين؟ واخد بالك في المنوفية ولا المنصورة؟ منصورة، الخطيب الشربيني. وحمله الشيخ الخطيب على الندب، ولذلك قيده بما إذا كان مع ساتر مرتفع 3/4 فأكثر، بينه وبينه 3 أذرع فأقل، ولا بد أن يكون للساتر عرض بحيث يستر بدن قابل حاجة، على ما قاله الرملي وخالفه ابن حجر، قال لك مش مهم يبقى الساتر لي عرض، إن شاء الله ما استرد. يبقى الرملي قال لابد أن الساتر يبقى لي عرض يستر عورته، الإمام الرملي قال له لا مش شرط عرض ده، ولو كده هو بس، لأنه هي رمز الاحترام الجهة، واخد بالك، هي رمز، هذا الساتر رمز الاحترام الجهة لا لستر العورة. واضح؟ ده رأي ابن حجر الهيتام. والإمام الرملي قال لا، ده الساتر المقصود به أن يحجب الجهة عن الخارج، واخد بالك، عن الخارج نفسه، فيبقى يستر العورة عشان يحجبها عن الخارج. فعلى حسب نظرة الفقيه تختلف شروط الساتر. يعني حمل الأمر باجتناب التوجه إلى الكعبة أو استدبارها على الندب، على أنه مندوب. لا، ما هو قال لك بيبقى بالشروط، يبقى جعله مندوبا، أي إذا توفرت الشروط يبقى يندب لها، كأنه هو ما تكلمش على الصورة الواجبة لأنه ذكر الشروط. يعني هو نفسه في الشرح قال يندب ولو كان هناك ساتر ارتفاعه كذا وعلى بعد كذا، كأنه قال ان ده بيتكلم عن الندب وما اتكلمش على الصورة الواجبة، كأنه بيقول لك اذا كان يندب فدي يبقى لو ده بتتوفر تبقى واجب، كأنه جعل الوجوب يستنتج. لا يضر، لا يبقى خلاص تبقى مكروه، بس ان كان متسعا وان كان ضيقا يبقى، واستطاع بغير مشقة يبقى خلاف الأول. بس
وخالفه ابن حجر فقال لا يشترط أن يكون له عرض، يعني الستر ما يشترطش بقى ليه عرض، وإرخاء ذيله كاف في ذلك، إن يرخي ذيله من خلفه كده لما يبقى ليه جلبية يرخيها من خلفه، ده كفاية ساتر كاف. ويكفي نحو ربوة مرتفعة، يعني يجي ورا ربوة كده مرتفعة ويتخذها ساتر ينفي. وتكفي يده إذا جعلها ساترا، ومثلها الدابة، يربط الدابة بتاعته ويجعلها ساتر لي. وظاهر كلامهم تعين كونه ثلثي ذراع فأكثر، ولعله للغالب، فلو كفاه دون الثلثين اكتفى به، يعني لو كفاه ساترا لعورته أقل من ثلثين يبقى كفاه، يبقى العبرة إن هي يستر العورة يعني. أو احتاج إلى زيادة على الثلثين لضخامة جسمه يبقى وجبت الزيادة. ولو بال أو تغوط قائما فلا بد أن يكون ساترا من قدمه إلى سرته، لأن هذا حريم للعورة، وحريم الشيء لا حكم هو حريم له. أو كان، أي أو كان بينه وبين القبلة ساتر، وقوله ولم يبلغ ثلثي ذراع أي إلا إن كفاه، إلا أن كفاه دون الثلثين لصغر بدن قاضي الحاجة كما علم مما مر، يعني أي أو كان بينه وبين القبلة ساتر، وقوله ولم يبلغ ثلثي ذراع أي إلا، يعني يستثنى أن كفاه دون الثلثين لصغر بدن قاضي الحاجة كما علم مما مر فتكفي الكفين، بالرغم أنها أقل من ثلثين لصغر بدن قاضي الحاجة. قول أو بلغهما أي أو بلغ ثلثي ذراع، والبنيان في هذا أي في وجوب اجتناب استقبال القبلة واستدبارها. وقوله كالسحراء أي التي اقتصر عليها المصنف فهي ليست بقيد كما مر، يبقى السحراء مش قيد، يبقى حتى البنيان كذلك طالما ما توفرتش الشروط. بالشرط أي المردد بين ثلاثة أشياء، اللي هي أن يكون هناك ساتر مرتفع وعلى بعد كذا، أو يكون بناء معد مثل. وقول المذكور أي في قوله إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر، أو كان ولم يبلغ ثلثي ذراع، أو بلغهما وبعد عنه أكثر من ثلاثة أصل. قول إلا البناء المعد، البناء المعد لذلك اللي هي إيه اللي يسموها الكنف، احنا نقول عليها كنيف، في المغرب يقولوا عليه كنيف، يكتبها كده بالعربي كنيف، بيعتبرها لغة فصحى، واخد بالك إزاي، وتتكتب في كتب الفقه الكنف، واحنا من كتر استعمالها في العامية افتكرناها عامية فنتكسف منها ما ان هي فصيحة. الا البناء المعد، لو اسقط البناء لكان اولى ليشمل المعد في الصحراء، ويصير معدا بقضاء الحاجة فيه ولو مر مع العزم على العود اليه، وهذا في غير الكنف. واما هي فتصير معدا، للكنف يعني، فتصير معدا بتهيئتها لقضاء الحاجة فيها وان لم تقضى فيها بالفعل، لان هي معدة ليها اصلا، بخلاف واحد عامل حجرة كده محوطة في الصحراء مش كاتب عليها انها لقضاء الحاجة، فدي قد تكون معدة لقضاء الحاجة او لغيره، انما الكنيف معد معد. فلا حرمة فيه اي ولا كراهة ولا خلاف الاولى، نعم هو خلاف الافضل كما قاله الشيخ ابن حجر، حيث امكن الميل عن القبلة بلا مشق. وقوله مطلقا أي وجد ساتر أو لم يوجد، بلغ ثلثي ذراع أو لا، بعد عنه بأكثر من ثلاثة أو لا، طالما البناء معد خلاص. افرض دخلت حمام، في ناس تعمل حمامات دلوقتي واسعة مش كده، قد أوضة كبيرة واسعة، فخلاص لأنه ده بناء معد لذاته يبقى مفيش مشكلة. وخرج بقولنا الآن أي حيث قال استقبال القبلة الآن وهي الكعبة واستدبارها، قوله ما كان قبله أولا، يعني كلمة الآن يخرج ما كان قبله أولا، كبيت المقدس أي كصخرة بيت المقدس، فهو على تقدير مضاف، والكاف استقصائية لأنه لم يكن قبلة سابقا إلا بيت المقدس، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم استقبل بيت المقدس 17 شهرا مش كده، 16 شهر او 17 شهر، ثم نزلت بعد ذلك ايات تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان
اللي هي هتبقى يوم الثلاث القادم، بس كانت توافق يوم اثنين ساعتها ايام النبي، كانت توافق يوم اثنين ليلة النصف من شعبان في السنة الثانية من الهجرة، تحولت القبلة من بيت المقدس الى الكعبة. استقبل بيت المقدس ثم نسخ بالامر باستقبال الكعبة. قوله فاستقباله واستدباره مكروه، يبقى بيت المقدس استقباله واستدباره مكروه، لكن الكعبة حرام الا بالشروط، واضح؟ لكن بيت المقدس مكروه. وتزول الكراهة بما تزول به الحرمة في الكعبة المشرفة من الساتر بشرط، واضح؟ بشروط بقى الساتر، انه يبقى الغسل سايز ذراع ما يزيدش عن 3 أذرع، واخد بالك ازاي؟ بنفس الحاجات دي، او يكون في البناء المعد. ويجتنب ادبا يعني ندبا. وقوله قاضي الحاجة اي المتلبس بقضائها بالفعل ولو غير مكلف، لكن الندب بالنسبة لوليه كما تقدم لو الصبي. البول والغائط كذا في الماء الراكد، يبقى ثاني ثالث ادب، يبقى اول ادب يجتنب استقبال الكعبة بالبول والغائط وبيت المقدس. في الكعبة واجب بشروط، وغير ذلك اذا زالت الشروط يبقى، اذا توفرت الشروط يبقى يندب او يبقى من باب الاولى، وفي البيت المقدس يندب فقط والاستقبال، ويكره الاستقبال مع عدم توافر الشروط، وتزول شروط الكراهة بزوال شروط الحرمة في بيت المقدس في الكعبة، واضح؟ بعد كده ثالث أدب، ويجتنب أدبا البول والغائط في الماء الراكد. أدبا أي ندبا. وقول القاضي الحاجة المتلبس بقضائها بالفعل ولو غير مكلف، لكن الندب بالنسبة لوليه كما تقدم. البول والغائط وكذا البصاق والمخاط، انه يتف يعني، البصاق اللي هو اللي خارج من الفم، والمخاط اللي هو خارج من الانف، والنخامة اللي خارجة من الدماغ، لو واحد يعمل تروح جاية من دماغه، دي اسمها النخامة. يبقى في نخامة وفي بصاق وفي مخاط. شفت اللغة بتاعتنا حلوة ازاي، مليانة مرادفات، ما تلاقيش لدول مرادفات بالانجلش كويسين، لكن في العربي تلاقي ليها مرادفات واضحة، فهي لغة غنية، اللغة العربية لغة غنية بالمرادفات. وكذا البصاق والبخاط في الماء الراكد اي الساكن الذي لا يجري ولا فرق فيه بين القليل والكثير، كما يدل عليه تفصيل الشارح في الجاري. نعم الكثير المستبحر كالبحر الملح والبرك الكبار لا كراهة فيه إلا ليلا بس، فيكره لما ورد أن الماء ليلا مأوى الجن والاستعادة. حتى وإحنا أطفال اوعى تروح الماء يا ولد الجنية تاخدك، مش كانوا يقولوا لنا كده يخوفونا؟ لأن ده لأن عرفوه من علم الدين، مش بيخوفوه أساطير، هم عرفوها من علوم الدين، فهمت ازاي؟ فهي مش اساطير ولا حاجه. لما ورد ان الماء ليلا مأوى الجن والاستعاذه مع التسميه لا تدفع شر عتاتهم، لان في من الجن مجرمين عتاة فاقدين يعني، حتى تستعيذ ويجي برضه فاقد، زي ما في بني ادمين كده فاقدين ما يهموش، فهمت ازاي؟ بيقول لك برضه التسميه والاستعاذه تكفيك معظمهم، لكن العتاة منهم ممكن تصيب بعض البتاع، وعلشان كده تجتنب بالليل انك انت تروح الماء الراكد او الجاري او البحر او شيء. والاستعاذة مع التسمية لا تدفع شر عتاتهم، وهذا في المباح يعني مكروه اذا كان الماء الراكد ده مباح او مملوك لا او مملوك له. طيب يبقى ساعتها يجتنب على في الماء الراكد أو المملوك بخلاف المسبل أو المملوك لغيره من غير علم رضاه فيحرم، مش يكره بقى، يبقى يحرم لو كان مملوك له، كويس؟ أو مباح يبقى يكره إن كان ماء راكد، واخد بالك؟ ليلا، إن كان ليلا يكون أشد كراهة. يعني قالوا لا كراهة فيه، الإمام النووي رجح الكراهة على فكرة نهارا وليلا، وكراهة الليل أشد،
لكن هنا الشيخ بيقول لك ان نهارا ما فيش كراهه الا ان يكون مملوكا لغيره او مسبلا، يبقى في الحاله دي يحرم، واخد بالك ازاي؟ وغير على ذلك يباح ويكره في الليل فقط. فهمت المساله؟ هو ما فرقش في الراكد بين الكثير والقليل، لكن في الماء الجاري فرق بين الكثير والقليل، بخلاف المسبل او المملوك لغيره. مسبل يعني سايبينه سبيل للناس كلها تستعمله للشرب، تستعمله لسائر الاستعمالات، يجي هو بقى كمان يبول فيه الناس ايه تزعل، يبقى في الحاله دي يحرم، لانه قد يضيع ماليته. او المملوك لغيره من غير علم رضا فيحرم ولو مستبحرا ولو كتير، طالما مملوك لغيره يحرم. فيحرم على الشخص البول في مغطس المسجد. كان زمان بيسيبوا المساجد ما كانش فيها دورات ميه وحنفيات كده، كان يبقى في مغطس كبير زي بانيو كبير زي حمام سباحه كده صغير يملوه ميه، علشان الناس وهي داخله تتوضى كل واحد ياخد له جردل ياخد له كوز يخش يتوضى، بيسموه المغطس، واخد بالك؟ فيحرم على الشخص البول في مغطس المسجد وكذا في مغطس الحمام من غير علم رضا صاحبه. اذا كان الحمام ده حمام مملوك وعالم رضا صاحبه خلاص، او صاحبه عارف، لكن لو ما يعرفش رضا صاحبه يبقى يحرم. وان كان نافعا عند الاطباء فقد قالوا ان بوله في الحمام في الشتاء قائما خير من شربة دواء اطباء ايامه. طبعا الكلام ده احنا مش موافقين عليه، احنا اطباء الايام دي تاخد الحكم مننا احنا، اطباء ايامه هو ايام الشيخ ابراهيم البيجوري قالوا كده، لكن احنا مش معاه، نقول له برضه ما تتبولش، ودي ظهرك للترعه حتى لو كانت الترعه كثيره وجاريه. ليه؟ لان ثبت الضرر، لان البلهارس بتكمل الدايره بتاعتها دوره الحياه، فبتستمر البلهارسيا تهري في امعاء الناس وفي كبد الناس. لو امتنع اهل مصر او اهل حوض النيل عن البول والتغوط في نهر النيل لمده اسبوع واحد بس اتحلت مشكله البلهارسيا تماما، واخد بالك؟ لان خلاص هتنقضي، لكن مش قادرين يمسكوا نفسهم اسبوع واحد، يدوا دارهم للترع اسبوع واحد، واخد بالك؟ للاسف من ايام الفراعنه، يعني شرحوا بعد جثث الفراعنه لو عندهم بلهارسيا، شوف من ايام الفراعنه البلهارسيا، لدرجه ان ابن بطوطه الرحاله قال ان اهل مصر رجالها طحيد، هو جاي من المغرب ما بيشوفش ان في رجاله بتجيب دم مع البول، جاء لقى اهل مصر لما بيتبولوا بينزل منهم دم عشان عندهم بلهارس، فقال والعجيب في رجال مصر انهم يحيضون كالنساء، واخد بالك؟ لانه ما كانوش يعرفوا ان في مرض اسمه بلهارس، هو لقى ان رجاله مصر بيبقى عندهم دم زي الستات كده بيخرج مع البول، واخد بالك؟ فهي حاجه قديمه، البلهارس دي موجوده من زمان. ولو كان مباحا او مملوكا وتعين عليه الطهر بان دخل الوقت ولم يجد غيره حرم عليه البول او الغائط فيه برضه، حتى ولو تعين عليه الطهر واتزنق وما قدموش لو لا يروح حته ثانيه، ادي ظهرك للترع على طول زي ما بيقولوا لك الوقت. اما الجاري يعني الميه اللي بتجري مقابل للراكد وصحه المقابله لان فيه تفصيلا فيكره في القليل، محله إذا لم يلزم عليه تضمخ بالنجاسة وإلا حرم، لأنه لو المية قليلة ويجي يتبول فيها وغيره يتبول فيها هتنجس هتتغير، هيبقى ساعتها هيتضمخ بالنجاسة، يجي يشطف نفسه بيها يبقى تضمخ بالنجاسة، نشر النجاسة، خدت بالك إزاي؟ وده حرام التضمخ بالنجاسة. فيكره في القليل محله إذا لم يلزم عليه تضمخ بالنجاسة وإلا حرم. وقوله دون الكثير أي فلا يكره إلا أن يكون ليلا، فيكره لما تقدم من أن الماء ليلا مأوى الجن، ولو بال في البحر مثلا فارتفعت رغوة منه، لما يجي يبول في البحر كده تبص تلاقي البول نازل باندفاع يعمل رغوة، طب الرغوة دي طاهرة ولا نجسة؟ والمية بتجري، هل الرغوة دي طاهرة ولا نجسة؟ واخد بالك؟ العلماء اختلفوا فيها،
فارتفعت رغوة منه فهي طاهرة خلافا لما في اللباب. كتاب تاني في اللباب قال لا الرغوة دي نجس، لكن الشيخ البيجوري قال لا انا رأيي ان الرغوة دي طاهرة لانها بتتجدد المية على طول، بتتجدد المية على طول، فالرغوة اللي انت شايفها دي مش رغوة البول، ده رغوة تجدد الماء. ده رأي الامام البيجوري. ما لم يتحقق كونها من البول، يعني لو تحقق بقى كونها من البول يعني حط ايده على الرغوه دي شمها لقاها بول، طب خلاص بقى نجس. واضح؟ ما لم يتحقق كونها من البول كان وجد فيها رائحه البول. وبحث النووي تحريم البول في الماء الراكد ان كان قليلا، وكراهته في الماء الراكد ان كان كثيرا، وكذا في الماء الجاري كراهته مطلقا لانه جاري، الا ان كان جاريا قليلا تحرم ايضا لانه تؤدي الى التضمخ في النجاسه. يبقى الامام النووي عمل بحث يفيدنا احنا اننا لما نقول حرام ايه يعني، بيأيدنا الامام النووي في كلامنا ده، لانه ما نقولش عليه مكروه، مكروه اصل حكمه خفيف، واحنا دلوقتي عايزين نكره الناس قوي نقول لهم حرام بالفم المليان كده، فلاقي النووي قال لنا حرام قبل كده، واخد بالك؟ يعني بحث تحريمه، يعني البحث قال ان محتمل ينفع يبقى حرام، واخد بالك؟ معنى البحث قاعد يدور وينقب في الادله اللي قالت انه مكروه، قال لا ده الادله دي ممكن نستشف منها الحرمه مش الكرامه. ذلك ورد بانه يمكن طهره بالمكاثره. اللي ما انه بحث تحريمه قال ان الماء الراكد لو بال فيه وتعدد الناس هيتنجس، هيتغير، فيضيع ماليته، فهمت ازاي؟ وضياع مالية المال والانتفاع به دي حرام، يبقى حرام البول. فالشيخ بيقول لك لا، ما ممكن نرد على منه ونقول له انه ممكن يطهر بالمكاثرة، نجيب عربية مليانة مية طهرة ونروح رمينا في المية دي بالمكاثرة لحد ما يزول ما بيها من رائحة وتغير، فهمت ازاي؟ ده كلام الشيخ بيقول لك ان احنا ممكن نرد على منه ونقول له كده، نقول له في وجهة للاستفادة به بالمكاثرة لأنه ما ضيعتش ماليته بالكلية، أي لأنه يتنجس بذلك اللي هو الماء يعني. ورد كلام الإمام النووي ده بأنه يمكن طهره بالمكاثرة، فهو ضعيف إلا أن يحمل على ماء إذا كان هناك تضمخ بالنجاسة فإنه يحرم حينئذ، والحمل أولى من التضعيف. يعني احنا نحمل كلام الإمام النووي على انه يقصد انه كده يتنجس ويؤدي الى التضمخ بالنجاسه فيحرم، لما نحمله على هذا اولى من اننا نضعفه مطلقا ونقول ان هو يتنجس بس من غير تضمخ، لان ده يكره. ليه؟ لان يمكن بالمكاثره يطهر، لكن لو كان هيتبول ويؤدي بوله هذا الى التضمخ بالنجاسه يبقى الاثنين دول مع بعض يبقى يحرم. وعلشان كده حمل كلام الامام النووي على هذا المعنى اولى من اننا نقول عليه ضعيف، فهمت ازاي؟ اتفضل. ويجتنب يعني قاضي الحاجة أيضا يجتنب، أي أدبا، يعني ده من باب الأدب، من باب الاستحباب مش الوجوب. وقول أيضا أي كما يجتنب ما تقدم، قوله تحت الشجرة أي بحيث تصل إليه الثمر، يعني ما يجيش تحت شجرة مثمرة ويبول أو يتغوط، هتيجي الثمرة تروح واقعة تقع في البول أو الغائط يضيع عمليتها، الناس تعرف وبعدين يلعنوه يقولوا يا ملعون إيه اللي عملته ده، كل واحد رايح يقول الكلمة دي، وعشان كده الرسول قال اتقوا اللعانان، أي بحيث تصل إليه الثمرة. ومحل الكراهة إذا كانت الأرض مباحة أو مملوكة له، لو كانت الأرض مباحة أو مملوكة له يبقى مكروه. طب افرض مملوكة لغيره او وقف لسائر المسلم تبقى حرام، واضح؟ يبقى مكروهة ان كانت ملك الشجرة او الارض مباحة مش ملك لحد، لكن لو كانت موقوفة او ملكا لغيره حرام، ما لم يعلم او يظن رضا صاحبها. ولو علم او ظن ورود ماء على الارض يزيل النجاسه لم يكره. يعني افرض الشجره دي
موجودة في محط سيل، والسيل نازل رايح جاي كل شوية، المطر ينزل ينظف ده كله، يبقى تزول الكراة. خدت بالك؟ تزول الكراة طالما عارف ان الحتة دي بتنضف على طول، وان كان يبقى خلاف الاول، تزول الكراة ويبقى خلاف الاول. فهمت ازاي؟ والشجرة واحدة الشجر، يعني جمعها الشجر، الشجرة جمعها الشجر، وهو ما له ساق يقوم عليه. يبقى كل نبات له ساق يقوم عليه اسمه شجرة، وكل ما لا ساق له يسموه نجم. يبقى كل حاجة ليست لها ساق يسموها نجم، وكل ما له ساق زي يقولك والنجم والشجر يسجدان. يبقى ما له ساق وما ليس له ساق من النبات يسجدان لله خضوعا له وانقيادا له. واضح؟ او النجم نفسه، عشان كده القرآن حمل اوجه. لكن اللي خلانا نقول ان النجم والشجر الذي لا ساق له انه جمعه على الشجر، فايه علاقة النجم اللي في السماء مع الشجر؟ يعني ملوش علاقة. لكن لما يقول النجم والشجر يبقى ما له ساق من النبات وهو الشجر، والنجم الثاني يبقى ما ليس له ساق، للعلاقة المجاورة، انه بيتكلم على نباتات. فهمت ازاي؟ ادي المعنى. والشجرة واحدة الشجر وهو ما له ساق يقوم عليه، وأما النجم فهو ما لا ساق له كالقمح والبرسيم. والمراد بالشجرة هنا ما يشمل ذلك كله، ما له ساق وما ليس له ساق. يبقى برضه في أي حتة ما يروحش إيه يتغوط فيها ولا يبول فيها، يعني حتى لو زرعين بطيخ برضه ما يروحش، البطيخ ده في الأرض ما له ساق، لأنه لو تبول هناك وبتاع وتغطى يجي الراجل بيبيع البطيخ خبط عليها كده اسمع إحنا، هتبقى حاجة تكسر. المثمرة أي التي شأنها، يعني من شأن الشجرة دي أنها تكون لها ثمرة، يعني مش شرط تبقى حال الثمرة، يكفي أن الشجرة دي بتبقى مثمرة في وقت من الأوقات، يبقى بقى إيه ساعتها ما تبولش ولا تتغوط تحتها حتى ولو ما كانش وقت الثمر. فهمت إزاي؟ أي التي شأنها الإثمار وإن لم تكن مثمرة بالفعل. ولذلك قال الشارح وقت الثمرة وغيره. نعم، إذا لم يكن عليها ثمرة وكان يجري عليها الماء من مطر أو غيره قبل أن تثمر لم يكره. والمراد بالثمر ما يقصد من الشجرة، الثمرة هي ما يقصد من الشجرة، أكلا كالتفاح أو شما كالياسمين أو استعمالا كالقرض. القرز اللي هو ايه؟ نوع من النباتات الحامية اللي زي الشطة كده، بيستعملوها في الدباغ، بيستعملوها في دباغ الجلود. وقت الثمر وغيره، وفي بعض النسخ وغيرها، والضمير راجع للوقت. اما على الاولى اللي وقت الثمر وغيره يعني غير الوقت لانه مذكر، امال وغيرها؟ اما على الاولى فظاهر لانه وقت مذكر، واما على الثانية فالاكتساب التأنيث من المضاف اليه، وقت الثمرة وغيرها، لأن هي أضيفت إلى مؤنث، الوقت أضيف إلى مؤنث، فإيه اكتسبت بالمجاورة، بيسموها بالمجاورة، تأنيث بالمجاورة. ويجتنب أي أدبا، وقوله ما ذكر أي البول والغائط في الطريق المسلوك للناس برضه. يبقى تحت الشجرة المثمرة وفي الطريق المسلوكة للناس، يعني الناس بتمشي في طريق ما يجيش بقى في قارعة الطريق مكان ما الناس ماشية ويبول أو يتغوط. لخبر ها؟ ما على هيقول لك هنا، خد بالك هيقول لك هنا بقى ان في الظل في الصيف، واخد بالك، وفي المكان المشمس في الشتاء، هيخش في الحته دي. فهنا بيقول لعله الثمر، وهيقول لك بعد كده تاني لان قد تكون بعض الاشجار لا ظل لها زي النخله. النخله ظلها ضعيف قوي لان يبقى للثمر صافي. ففي بعض الاشجار بيبقى العله الثمر بس لان لا ظل لها كبير. في الطريق المسلوك للناس يبقى برضه يتقي البول والغائط فيها. لخبر اتقوا اللعانين. قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، اي اتقوا سبب لعنهما كثيرا، وهو التخلي في طريق الناس او في ظلهم. ولما تسبب في لعن الناس لهما كثيرا نسب إليهما بصيغة المبالغة، وإلا
فهما ملعونان، ملعونان مش ايه، مش لعنان، ده هما ملعونان كثيرا من الناس لا لعانان، وخرج بالمسلوك المهجور. فلا كراهة، لو طريق مهجور يبقى لا كراهة. ولو زلق، طب افرض زلق احد بسبب الحاجة التي قضاها في الطريق فكسر، عليه الضمان؟ يعني يكلف له بقى ويعالجه ويبقى عليه دية او تكاليف العلاج. ولو زلق احد بسبب الحاجة التي قضاها في الطريق فتلف لم يضمن، وان غطاها بتراب او نحو، حتى ولو غطاها بتراب او نحو، لانه الاولى لو عمل في الطريق بقى، واحنا قلنا ده كده حرام، ان ما يغطيهاش بقى، لانه كده هيخلي الناس كمان ما تعرفش تتجنبها، واخد بالك؟ وان غطاها بتراب او نحو، لانه ضرورة. ليه قلنا لا يضمن؟ لانه ضرورة، لانه ممكن يكون جاله دور اسهال ما مسكش نفسه، فهمت ازاي؟ فنزلت منه في الحتة دي، مش محتمل. ويقول لك اجتنبوا الحدود بالشبهات، واحنا قايلين ان الضمان ده نوع من الحدود، فقال لك لا يبقى لا يضمن. طب افرض رمى زبالة واحد اتزحلق، يضمن؟ قال لك الفرق ان رمي الزبالة لا ضرورة فيه في هذا المكان، لكن قضاء الحاجة قد تعتريه الضرورة. واضح الكلام؟ يبقى في حاجة اسمها الفروق عند الفقهاء، تلاقي حاجة الاثنين حاجة واحدة، واحد بالة او تغوط فالتاني اتزحلق فيها نقول له لا يضمن، رمى الزبالة نقول له يضمن واتزحلق. يعني رمى قشرة موز واحد اتزحلق فيها ورجله اتكسرت وقالوا له هتتكلف 10,000 جنيه، يبقى اللي رمى قشرة الموز دي يدفع 10,000 جنيه ويأكل عياله فترة رؤاده كمان عشان يحرم ياكل موز هو وعيلته بعد كده، مش يرميها. ولو زلق احد بسبب الحاجة التي قضاها في الطريق فتلف لم يضمن، وان غطاها بتراب او نحو، لانه ضرورة. يعني التبول والتبرز ده ضرورة غصب عنه، لكن يسن الا يغطيها. يعني وكان لابد بقى واتزنقته او ما قدرش، يبقى ما يغطيهاش بقى عشان الناس تشوفها تتجنبها، فهمت ازاي؟ هي هتجف بقى، ألا يغطيها لتراها الناس فتتنحى عنها، بخلاف القمامات إذا طرحها في الطريق وتلف بها شيء فإنه يضمن، لأن الانتفاع بالطريق مشروط بسلامة العاقبة. واضح؟ وفي موضع الظل صيفا وفي موضع الشمس شتاء برضو يجتنب التبول والتغوط في المواضع دي، موضع الظل صيفا وموضع الشمس شتاء، المراد منهما محل حديث الناس إن كان مباحا. طب افرض أن الحتة دي الظل دي كل يوم شوية عيال شبان تقعد فيها عشان يشربوا بانجو ويعكسوا الستات اللي ماشيين، لا ده احنا نجيب العيال بقى نقول لهم تغوطوا هنا عيال مخصوص لمنع المنكر. شوف قد ايه بقى، علشان دي عيال شضالية هتيجي تروح لهم ما تقعدوش هيتطولوا عليك، لكن هم من نفسهم اما يلاقوا الحكاية يروحوا ماشيين خلاص، يبقى جت من عندهم وما يتطولوش، فاهم؟ ايوه. فيبقى شفت ان الحكم الفقهي بيختلف باختلاف الظروف، ادي احكام الشرع، لان الناس تيجي تستعجب يقول لك المفتي الفلاني من سنه كذا كان بيقول كذا، والمفتي ده بيقول كذا، والمفتي ده بيقول كذا في نفس المساله، لان قد يكون في وقت من الاوقات المساله دي تكون مباحه، وفي وقت تاني قد تكون مكروهه، وفي وقت تاني قد تحرم، وهكذا، لان الفقيه ابن زمانه، ابن الزمن اللي نشا فيه. واضح؟ المراد منهما محل حديث الناس إن كان مباحا، إذا كان حديث الناس مباح يبقى، وإلا بأن كانوا يغتابون فيه أو يجتمعون للمكس ونحوه فلا يكره، قاعدين عاملين إتاوة على الناس اللي معديين، واخد بالك؟ أدي معنى المكس، كل واحد معدي يدينا أي حاجة، وإلا بالعصاية يضرب أو يديه، فالناس بتجتنب شرهم، يا عم خد طب ربع جنيه، طب خد جنيه ويعدي خلاص، فعملوها شغلانة بقى. فلا يكره بل قد يجب إن أفضى إلى منع المعصية. وفي الثقب برضو إنه إيه، ما ينقي الثقب كده ويروح منشن فيه، تطلع فيه حية تروح طالعة على الغنم، صح؟ وقد يكون مأوى للجن عايش فيه فيأذيه،
لانك كده نجست له بيته، هو قاعد منظفه طول النهار والجنيه قاعده تمسح وتنظف، تيجي انت تروح متبول فيه، تروح طالعه عامله لك اذيه، او يبقى في عقربه تطلع تضايقك وهكذا. كل ده شوف الشرع يريد انه يحافظ عليك. مراعاة الاداب احيانا كثيره للمحافظه على الشخص نفسه بغض النظر عن حق الله بقى في امور اخرى. وفي الثقب بفتح المثلثه واحد الثقوب، وضبطه الخطيب اللي هو الخطيب الشربيني بضم المثلثه للثقب، والذي في المختار ان الثقب بالفتح واحد الثقوب وبالضم جمع ثقبه، ومثله السرب بفتح السين والراء ويقال له الشق، السرب اللي هو زي ايه؟ زي الشق كده. وهو ما استطال. وقال العلامة المناوي السرب بيت في الأرض ومثله الغار والكهف، لأنه قد يكون في ذلك حيوان ضعيف فيتأذى أو قوي فيؤذيه، وإن غلب على ظنه أذى له أو لما فيه من الحيوان المحترم حرم عليه ذلك. وقد يكون في حيوان محترم في هذا الغار ده، واحد مثلا رابط عايشة فيه غزالة، مش الغزالة دي حيوان محترم؟ حيوان محترم، لأنك ممكن تصطادها وتبيعها وتاكلها، يبقى حيوان محترم. أو عايش فيه حمار وحشي، أو عايش فيها أي حاجة وحشية، واخد بالك، بتستفاد بها، فتيجي أنت تبول وتتغوط تأذي هذا المحترم. وهو النازل المستدير، تعريف الثقب اللي هو إيه؟ النازل المستدير، يشمل ما حفره حالا وفيه بعد، لأن العلة المتقدمة لا تأتي فيه. هو بيقول الثقب، ما يقولك الثقب مطلقا هيشمل حتى لو أنا حفرت حفرة واتبول فيها علشان أمنع الرذائل، قالك لا ما يشملهاش دي لأن ما فيهاش العلة. ولا يتكلم، ومن ضمن الآداب بقى ألا يتكلم، أي لا بذكر ولا غيره، حال قضاء الحاجة. ده في ناس يا سلام يبقوا كل واحد في كابينيه وقاعدين بيتكلموا بيحلوا مشكلة فلسطين وبيتناقشوا في العراق واللي بيجرى فيه، ده ما يصحش. وعلاء الاسعار وكل حاجه بقى قاعدين يفتحوا كل المواضيع، ما يليقش بالمسلمين. ولا يتكلم اي لا بذكر ولا غيره، فلو عطس حمد الله في قلبه ويثاب عليه على هذا الحمد يعني. وان كان لا يثاب على الذكر القلبي في حال قضاء الحاجه الا الحمد عند العطس، فيكون هذا مستثنى. ولا يكره الهمس ولا التنحنح، يعني لو واحد خبط عليك ادي معنى تتنحنح، واخد بالك، مش مين عايز ايه، انا فلان، الله، نحنح خلاص يعرف ان في بني ادم جوه، خلص. ولا يكره الهمس ولا التنحنح، وظاهر كلامهم ان القراءة لا تحرم حينئذ، وهو كذلك. القراءة يعني ايه؟ ان يجري بلسانه قراءة. وإن قال الأذرعي اللائق بالتعظيم المنع، خد بالك القراءة لا تحرم لكن تكره، وبيتكلم في الحرمة، يبقى قراية الجورنال تكره، بيجي لهم بواسير، اللي متعودين يقعدوا يقرا الجورنال وهو على الكابينيه بيجي لهم بواسير وبيقعوا تحت ايدين الجراحين. ليه؟ لأنه بيستحلى القعدة مدة طويلة، ما هو قاعد بقى بيخلص المقال، واخد بالك ازاي، وساعات ياخد معاه كوبايه الشاي يشرب شاي كمان، كل ده مكروه، واخد بالك، مكروه لانه ما يليقش، او فنجان قهوه على الريحه، واخد بالك، كل الحاجات دي ما يليقش، عادات غير اسلاميه بالمره، تاخد بالك منها تجتنبها. اولا لما هتاخد حاجه تقراها جوه هتعينك انك تقعد مده طويله، ولو قعد مده طويله في وضع قضاء الحاجه هيعمل بواسير، واخد بالك ازاي، ويعطل حتى الاخراج، يقوم يعمل احتقان دائم، يوم يعمل سقوط شرجي، يوم هتقع في ايدين الجراحين، انت حر بقى. فشوف مراعاة الادب، لانه قضاء الحاجة ده في مكان فيه نجاسة، والمكان اللي فيه نجاسة ده المسلم ما يقعدش فيه الا للضرورة، بقدر الضرورة، ويبقى عايز يخلص يجري، واخد بالك، انما ما تاخدش الحاجات اللي هي تخليك عايز تقعد يعني. ادبا اي ندبا لغير ضرورة تقييد الكراهة، يعني لا يكره الكلام لغير ضرورة. طب افرض اتكلم لضرورة بيقضي حاجته وشاف حية ماشية هتقرص بني آدم، يقول له الحق تعبان خلاص بقى ضرورة، يبقى لضرورة معلش. قاضي الحاجة
ظاهره أن هذا الأدب مختص بقاضي الحاجة وليس كذلك، بل يعم الداخل لنحو كنف أو وضع ماء، يعني حتى اللي داخل يكنس دورة المية برضو ما يتكلمش هو جواه، حتى اللي هيكنس لأنه المكان ده ما يليقش أنك تتكلم فيه، لنحو كنس أو وضع ماء، لأن هذا الأدب متعلق بالمكان، فقاضي الحاجة ليس بقيد. على البول والغائط ظاهره أن الكراهة حال خروج الخارج فقط، وبه قال الشيخ الخطيب وتبعه ابن قاسم في شرح الكتاب، والمعتمد أن الكراهة تكون فيما قبله، يعني فيما قبل خروج الخارج، وفيما بعده طالما هو في نفس المكان، ولو كان سردابه طويلا جدا، يعني ولو كان في مكان دورة مية بسرداب كده بيمشي في ممر كتير تحت الأرض على ما يوصل، يبقى طول ما هو ماشي في السرداب ده كمان ما يتكلمش حتى لو طويل، ده معنى كلامه. يعني قوله فإن دعت، يعني دعت الحاجة، محترز قوله لغير ضرورة، وقوله كمن رأى مثال لمن دعته ضرورة للكلام، وقوله إنسانا ليس بقيد، بل مثله كل حيوان محترم، يعني حتى لو مش شايف إنسان، افرض بيقضي حاجته مثلا في الخلاء وعامل الساتر بتاعه، لكن شايف في جاموسة ماشية هتقع في المسمى، أو ده حيوان محترم ينادي على الراجل يلحقها يمسك، او شايف مثلا اي حاجة، عيل مثلا هيجي جنب باجور والع هيتحرق، او جنب آلة دراس او آلة ري هيغرق، او اي حاجة من هذا كله، يبقى اي حاجة كده تدعو الضرورة يبقى اتكلم سعيد باش مشكلة، لم يكره الكلام حينئذ. او شايف واحد هيقتل واحد ياخد بطاره، يعني هو بيقضي حاجته في الدورة في الصعيد، ولا واحد مستخبي في الدورة عايز يطخ فلان اللي هو هياخد بطار، يبقى يتكلم بقى، مش يطخ ويموت ويقول له الله انا كنت شايفه بس ما ده اصلا انا بقضي حاجتي، ده مش هتكلم، اما الراجل ضاع ما ينفعش. لم يكره الكلام حينئذ، اي حينئذ دعت ضروره للكلام، بل يجب ان تحقق الاذى تحذيرا للانسان من الضرر، ومثله الحيوان المحترم كما علم. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، أي يكره له ذلك. وفي التفصيل ده في تفصيل في نسأله لك رأى بالنسبة للشمس والقمر، أي عند طلوعهما أو غروبهما دون ما إذا صار في وسط السماء فإنه لا يمكن استقبالهما حينئذ إلا إذا نام على قفاه، وحينئذ يبول على نفسه، وده محال، يبقى الكلام مش كده. والقمر ظاهر كلام المصنف كغيره، ولو في النهار، وبحث بعضهم التقييد بالليل، يبقى القمر تقييده بالليل والشمس تقييده بالنهار، وهو المعتمد لأنه محل سلطانه، يعني سلطان القمر محله بالليل وسلطان الشمس محله بالنهار. ولا يستدبرهما ضعيف، فالمعتمد عدم كراهة الاستدبار، الكراهة في الاستقبال بس، وأما الاستدبار فلا كراهة. أي يكره له ذلك، أي المذكور من الاستقبال والاستدبار، وهو مسلم في الاستقبال دون الاستدبار، وتنتفي الكراهة بالساتر اللي احنا قلنا عليه طوله ثلثي ذراع أو وعلى بعد ثلاثة أذرع، واخد بالك، تنتفي. احنا هنخلص معلش الحتة دي غصب عني خمس دقايق معلش، عشان بقى عايزين نخلص موضوع الاستنجاء ده، عشان المرة الجاية نترك بقى دورة المية. ها لكن النووي الإمام النووي استدرك على ما قبله، لأنه ربما يوم أنه لم يخالف في ذلك النووي ولا غيره، وقوله قال إن استدبارهما ليس بمكروه، أي بخلاف استقبالهما فإنه مكروه، وهذا هو المعتمد. يبقى بالنسبة للشمس والقمر الاستقبال بس هو المكروه، أما الاستدبار فلا، بخلاف طبعا الكعبة فالاستقبال والاستدبار حرام بالشروط اللي قلناها في الأول، وبالنسبة لبيت المقدس الاستقبال والاستدبار مكروه بالشروط برضو اللي احنا قلناها في اول الدرس. ان ترك استقبالهما، ان ترك استقبالهما واستدبارهما سواء، يعني الامام النووي قال ان ترك استقبالهم واستدبارهم سواء، وعدم ليصح الاخبار بقوله سواء، اي فيكون مباحا، الكلام ده ضعيف بالنسبة للاستقبال دون الاستدبار، كويس. وقال في التحقيق غرضه بهذه العبارة تأييد ما قبلها في الجملة وهو ضعيف كما علم. تتم دي آخر حاجة في الباب بقى، بيكمل لك حاجات ما قالهاش لا المصنف ولا الشارح، المحشي مش المحشي، المحشي اللي هو كتب حاشية، يعني اللي هو الشيخ إبراهيم البيجوري،
عايز يقول لك ان في اداب لسه ما قالهاش، زي ايه؟ وبقي من الاداب الا ينظر الى فرجه ولا الى الخارج منه ولا الى السماء ولا يعبث بيده ولا يلتفت يمينا وشمالا، وان يبعد عن الناس الى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح، فان تعذر عليه الابعاد عنهم سن لهم الابعاد عنه، وان يستتر عن اعينهم ولو بارخاء ذيله او راحله او وهده، والا يبول في موضع هبوب ريح، يعني ما يبقاش الهواء جاي كده وهو يقف كده بحيث البول الريح ياخده يجيبه على رجليه او على هدومه، والا يبول في موضع هبوب ريح لئلا تعود عليه بالرشاش، ولا في مكان صلب لئلا يعود عليه الرشاش منه لصلابته، يعني ما ينقيش حته زلطه وينشن عليه عشان كله يرد عليه، يختار حته طريه من الارض كده مطمئنه بحيث انها تستقبل الماء تشربه ما يردش عليه. لان انت عارف ان عامه عذاب القبر في امه النبي على فكره من عدم الاحتراز من البول، فالواحد ياخد باله، لان كتير الواحد بيلاحظها دي، وبالذات الاطباء بيلاحظوا الحكايه دي، نيجي نكشف على الناس تلاقي اثار البول وبقع كده باينه، فبيصلي ازاي ده بتستعجب؟ واخد بالك؟ لانه ما بيحترز، يتسرع في بعد ما يتبول يتسرع ويشطف نفسه ويمشي، يبقى لسه في بقايا بول في مجرى البول تروح نازله في ثوبه وهو ماشي وبعدين تنجسه، وبعدين هيجي يصلي بقى ازاي؟ ما هي مشكله. فالواحد لازم ايه؟ يستبرئ من بوله كويس. عامه عذاب القبر من ايه؟ من عدم الاستبراء من البول ومن المشي بين الناس بالنميمه، والاثنين دول متوفرين جدا. ربنا ينجينا. والا يبول قائما، برضو من الاداب انه ما يبولش قائم. وانما فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، انه جائز، لان النبي جحشت به ناقته فاصابوا الم في مقبضيه اللي هي ايه؟ اللي هو خلف الركبه يعني، فبقى ما يقدرش يقعد كده زي ما نقول بالبلدي بتاعنا يقعد على رفيسه يعني، فبال واقفا عده ايام. فقالوا ان فعل النبي كان لاجل ضروره ولبيان انه ليس بمحرم بل مكروه، بس لبيان الجواز، على ان عائشه قالت: من حدثكم ان النبي بال قائما فلا تصدقوه، والا يدخل الخلاء حافيا، طبعا عشان ما يدس على نجاسات، يبقى يدخل لابس شبشب ولا مكشوف الراس، وان يرفع ثوبه لقضاء حاجته شيئا فشيئا، مش يعري كده وهو واقف كل الناس تشوف عورته وبعدين يقعد، يعني يرفع ثوبه حبه حبه ويقعد. الشباب في النوادي يقلعوا قدام بعض ويلبسوا قدام، يقول لك ايه؟ ما احنا رجاله. ايه رجاله؟ ايه رجاله؟ حرام. الحياء مطلوب، بالذات في نوادي السباحه، حمامات السباحه، وفي اماكن التدريب وفي الجيش والحاجات دي، ويعتبروا ان اللي بيدارى ده يعني مكسوف ومش رجوله يعني. لا، ده هو الدين، الحياء من الايمان. ها؟ لان جهه السماء جهه معظمه، فيبقى بيعمل لنفسه ساتر، لو كان في سقف خلاص. الكلام ده لو كان لجهه السماء. ويرفع وان يرفع ثوبه لقضاء حاجته شيئا فشيئا ويسبله كذلك، ويعتمد على يساره في قضاء حاجته لانه اسهل له، يعني يسند على يساره شويه. حاجه عجيبه، ما لان القولون النازل ماشي جهه اليسار. هم كانهم عرفوا تشريح. فلما يعتمد على يساره شويه يبقى ضاغط بفخده على جهه اليسار اللي هي الحته اللي مخزن البراز، يقوم ينزل بسهوله. شفت بقى كلام الفقهاء حلو ازاي؟ ويعتمد على يساره في قضاء حاجته لانه اسهل له، وان يقول عند وصوله لمكان قضاء حاجته عند الباب: بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ولا يتمم البسمله، ما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم، لان هنا الذكر هنا للضروره، والضروره تقدر بقدرها، لان احنا عارفين ان القاعده ان ذكر الله في المكان ده اصلا منهي عنه للتعظيم الذكر، فيبقى للضروره يقول بسم الله بس: اللهم اني اعوذ بك من الخبث ومن الخبائث. وانما اتى بسم الله حينئذ لان حفظه من الشياطين امر ذو بال، فلا يقال كيف ياتي بسم الله مع ان دخول الخلاء ليس بامر ذي بال، والخبث بضمتين جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد ذكران الشياطين وإناثهم. يعني الخبث اللي هما جمع خبيث اللي هو ذكر الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين.
وعقب انصرافه يقول غفرانك 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 ثلاثة، وطبعا يخرج برجله اليمين زي ما دخل برجله الشمال يخرج برجله اليمين. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وروي أن نوحا عليه السلام كان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه وبقي له آداب أخرى تطلب في المطولات. ونقف على فصل في نواقض الوضوء يوم السبت القادم بعد صلاة العشاء عشان التوقيت الشتوي إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله.